نبض الرياض أكيد ما يوقف زميلي محمد العرجاني راح للمنطقة وهذا اللي شافه من استعدادات وتجهيز. بعد ما قررنا نزور نبض الرياض واللي تقع في زون 10، بس وصلنا هناك استقبلونا بموية زمزم وبعدها كرمونا بالقهوة العربية والتمر اللي هي من أصول الحفاوة بالضيوف لما يزورون أي مكان. وشوي إلا اصطفت الفرقة الحجازية وبهرونا بهالعرض الرائع اللي كان جزء من احتفائهم بالضيوف وحرفيا أطربونا. وبين ما كنا مستمتعين بالفرقة إلا سمعنا صوت من بعيد، وبس وصلنا اكتشفنا انه قاعد ينحت مجسم، وهالمجسم بياخذ وقت طويل، يعني نقول ممكن يومين. وبين ما كنا مستمتعين بالفعاليه مر علينا النهار بسرعه، توافد الزوار بشكل كبير من كل جنبات المكان. وشويه بس لو بدا العرض الخيالي على جدران المصمك. نبض الرياض في بوثات متنوعه وكذلك كافيهات ومطاعم عالمية. وبين ما كنا نستكشف الجديد التقينا بهالسواح اللي جايين من الولايات المتحدة الأمريكية. This festival is so beautiful. We didn't expect to see this. The lights are really beautiful. We just heard an orchestra. Yeah, it's unexpected and wonderful. Yeah, it's been so good. The people here are so friendly and welcoming. And it wasn't too hot today, so that made the day really, really special. We didn't sweat as much as we thought we would. It's been great. We walked around the souk. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Yeah, we came for the souk and then we got a little festival instead. And it's so beautiful. The architecture in this city is amazing. We just got here yesterday and we're here for 2 weeks. So, yeah, it's good. We have to explore more. العروض الحية والموسيقية أبهرتنا وجذبت كل الزوار وخلتنا نستمتع بالمكان أكثر وأكثر. وعلى هالأنغام والطرب لقينا هالبنتين الحلوات اللي كانوا من طربات. وبينما كنا نجول بالمكان شدتنا العيادة الطبية من مدينة الملك سعود، ولما وصلنا لقينا واحد من الزوار اللي تعبه ما أثر على استمتاعه بنبض الرياض، لأن العيادات الطبية في موسم الرياض تهتم بصحته. وبينما كنا نستمتع بالمكان ونشوف العروض المستمرة قابلنا مشاهير السوشيال ميديا اللي تحدثوا عن نبض الرياض وموسم الرياض. صراحة المنطقة جدا لطيفة، فيها عروض تراثية، عروض موسيقية زي ما تسمعون، برضو فيها مجموعة من المطاعم العالمية، واحد من أقوى المطاعم في العالم جاي من فيينا خصيصا موسم الرياض اللي هو سبلي موشن. هذا بالتحديد أو بالأخص عن نبض الرياض. بالنسبة بشكل عام عن موسم الرياض، احنا صراحة أو الكل يفخر باللي قاعد يصير في الرياض حاليا. أعتقد أن جميع الفعاليات متواجدة في جميع الأماكن، ما في اختزال للمنطقة. في نبض الرياض هنا تلقى مطعم كوفي، منطقة ثقافية تاريخية، مصمك على يسارك في مطاعم عالمية ومطاعم محلية. لما تروح فعالية ثانية تجد نفس التنوع أو نفس الخيارات موجودة. نبض الرياض فكرته انها تجمع مناطق المملكة كلها في زون واحد وتوفر لهم المطاعم العالمية والكافيهات الراقية والعروض المختلفة كل يوم عشان ما تفارق السعادة وجوههم. الفعالية تستمر لمدة شهرين من 14 اكتوبر لحد 14 ديسمبر بقصر الحكم بجوار قصر المصمك، وانتبهوا لا تفوتكم. محمد العرجاني، روتانا خليجية. We'll be right back.